put out الجمال والحلاوة والدلع ده. الفعل ده من الأفعال المستخدمة بكثرة في اللغة الإنجليزية، ليه أكثر من معنى كلهم مستخدمين، أنا بسمعهم تقريبا بشكل يومي المعاني بتاعته، ولازم تبقى عارفهم لأنك كمان هتستخدمهم وهيفيدوك جدا. أول معنى معانا لـ put out هو إنك تضايق شخص، من يعني مثلا for example sorry if I'm visiting you at this time. I'm sorry to put you out. أنا آسف لو أنا بزورك في الوقت دوت. I don't want to put you out. أنا مش عاوز إيه أزعجك. أو I'm sorry if I put you out. أنا آسف لو أنا أزعجتك أو ضايقتك. تاني معنى لـ put out وأغلبنا عارفه هو يطفئ. يعني يطفئ الحريق، لما أقول لك they managed to put out the fire in the house. هم نجحوا في إنهم يطفوا الحريق في البيت. They managed to put out the fire in the house. تالت معنى اللي put out وهو انك تخدر المريض بالذات، تديله تخدير قبل العملية. يعني مثلا ايه we have to put the patient out before the surgery. We have to put the patient out. احنا لازم نخدر المريض before the surgery، قبل العملية. واخر معنى معانا لـ put out وده مستخدم برضو كتير هو يعلن بشكل رسمي. يعني مثلا لما اقول لك the police put the description of the thief out، او put out ممكن تحطها قبل put out the description of the thief on TV. يعني هو حط اعلنوا عن الوصف بتاع الحرامي على التلفزيون. يبقى one more time the police put out the description of the thief on TV. اوكي، لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل شير ولايك. سلام.